وبالعودة إلى الملف السوري والهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة عفرين شمال البلاد، ينضم إلي من القاهرة رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض. سيد رامي صباح الخير، ما هي برأيك دلالات هذا الهجوم الصاروخي على مدينة عفرين في هذا التوقيت؟ نعم صباح الخير. طبعا هي مزرعة كبرى، هي ثاني أول أو أكبر مزرعة منذ 14 شهرا راح ضحيتها، الآن ارتفع العدد إلى 21 شهيدا وقتيلا، 17 شهيدا منهم من المدنيين. دلالة هذه يعني المزرعة بأن هناك من قام بالقصف حسب المعطيات التي لدينا، ليست القوات الكردية بل ميليشيات موالة للنظام موجودة في قريتي زيارة وإبين، استهدفت بداية أوتوستراد عفرين، بعد ذلك استهدفت بشكل مباشر. لماذا الاستهداف بهذا التوقيت؟ هل هناك محاولة يعني إثارة المنطقة؟ هل هي انتقاما من القوات الكردية في شرق الفرات؟ لا نعلم، ولكن المعلومات التي لدينا بأن الاستهداف انطلق من قريتي زيارة وأبين التي تسيطر عليها الميليشيات الموالية لإيران، وقوات النظام تتواجد فيها أيضا. السلطات التركية تؤكد أن القوات سوريا الديمقراطية هي التي شنت هذا الهجوم، رغم أنها تنفي ذلك. سيد رامي أليس كذلك؟ نعم، يعني قوات سوريا الديمقراطية تنفي، والقوات التركية باللحظة الأولى للمزرعة أو الاستهداف هي اتهمت القوات الكردية دون أن تتحقق من مصادر القذائف. ولكن هنا نقول بأن المعطيات التي لدينا بأن هناك قريتي زيارة وأبين انطلقت منها هذه القذائف وارتكبت هذه المزرعة الشنيعة الإجرامية بحق المدنيين السوريين، لكن هناك اتهامات متبادلة ما بين القوات الكردية والقوات التركية. هل هناك دلائل لدى الحكومة التركية بأن القوات التركية الكردية هي التي استهدفت عفرين بهذه المزرعة؟ فلتقدمها، وبينما القوات الكردية نفت، قوات سوريا الديمقراطية نفت وأدانت هذه المزرعة. لذلك أقول هذه اتهامات مباشرة ما بين الطرفين، ولكن بالنهاية هناك شهداء في مدينة عفرين، سواء من أبناء عفرين الكرد أو المهجرين إلى عفرين أيضا الذين استشهدوا في هذه المزرعة الشنيعة. أشكرك من القاهرة رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارضة.